السلام عليكم، كيف حال الشباب؟ طبعا اليوم رجعت لكم بعد غياب 4 أيام من اليوتيوب. السبب مو مني، ما في تسريبات واخبار كثير هاي الفترة، بس اليوم مقطعنا راح يكون قوي لانه في حزمة مجانية للجميع. قبل ما نبدأ، ما راح تكون بطولة، راح تكون حزمة مجانية للجميع، والان بتكلم عنها. اي واحد فيكم بيقدر يحصل على الحزمة واغراضها بالكامل. قبل بداية مقطعنا، لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وكود الشوب YZYDD يكون دعم كبير إلي. ليتس جو. الآن شباب، في عنا حزمة مجانية تتكون من سكن وحقيبة وآكس ورقصة وسبري وبانر، الكل بيقدر يجيبها، ما في أي مشاكل فيها، تمام؟ تذكر موقع ريفير أفرند، إحالة صديق، اللي بيعمل حزمة مجانية، ولازم إنك تضيف صديق من أصدقائك في الموقع، ولازم أنت وياه تزيد 50 ليفل عشان يعطيك السكن وأغراضه. اتذكرته الآن صح؟ هاي الشغلة عملوها مرتين فورتنايت من قبل. أول مرة عملوها على سكن بنت التاكسي، وثاني مرة عملوها على السكن اللي قدامكم اللي هو تقريبا قبل سنة. فالآن إجا موعد النسخة الثالثة من الموقع، واللي راح يكون فيها حزمة مجانية للجميع. طيب شو هي الحزمة يا يزيد؟ من إيش تتكون؟ هذا السكن نزل في الأيتم شوب. فورتنايت سوت نسخة جديدة منه اسمها روغ، راح يكون فيها ألوان ذهبية، كمان التعديل راح يكون على الحقيبة وعلى الأكس. كيف عرفنا أصلا إنه في نسخة روغ؟ لأنه من داخل ملفات اللعبة تسربت هاي الصورة، الاكس تم التعديل عليه، وهيك راح يكون شكل نسخته. فباقي السكن والحقيبه لسه ما بنعرف كيف راح يكون شكل نسختهم، بس واضحه راح يكونوا ذهبيات يعني. فهو السكن هذا اللي قدامكم متكاب اسمه اتوقع، بس بنسخه جديده بشكل جديد اسم النسخه روج. فالموقع راح ينطلق خلال اسبوع او اسبوعين من الان، وهذا الاشي اغلب المسربين الان بتكلموا عنه ومثبت. راح فورتنايت تنزل تغريده وتم اطلاق موقع ريفير افرند، احاله صديق. وقتها انا راح اشرح مقطع كامل كيف نجيب الجوائز ونشرح تحديات الجوائز بالتفصيل المفصل، بس عليك شغله لازم تعملها الان، انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان لما انزل المقطع يصلك اشعار وتكون من اول الناس اللي تجيب السكن والحزمه كامله. اتوقع انه هذا شخص راسم النسخه، رسم من عنده تخيله يعني، راح تكون شبيهه فيها ممكن، وراح يكون الاكس زي ما تشوفوا قدامكم هذا شكله لانه تسرب من داخل اللعبه. طلع لنا الحقيبة بشكل ثاني، وفي كمان مع الحزمة رقصة راح يكون وسبري وبانر. فبالنهاية سووا لايك للمقطع واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى يصلك اشعارات المقاطع اللي بنزلها اول باول. اذا حاب تدعمني لا تنسى كود الشوب YZYDD يكون دعم كبير الي. مع السلامة.